السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد إسماعيل من الأكاديمية الحديثة للتعليم الشامل. النهاردة شرح جديد لتطبيق جديد للأندرويد. بس في البداية أدعوكم لعمل شير وسبسكرايب وكومنت في القناة على الدروس اللي موجودة واللي تعجبكم، وأتمنى أن تنال القناة الإعجاب. يلا بينا نشوف التطبيق. تطبيقنا اسمه الشهادة. التطبيق ده خاص بإخواننا السودانيين. التطبيق عبارة عن معرفة نتيجة الأطفال في السودان. تطبيق سهل جدا، هو عبارة عن اختيارين أو 3 اختيارات. أول اختيار قائم التطبيق، مزيد من التطبيقات وحلول البرنامج. هو برنامج سهل، بتحط رقم جلوس الطالب في الخانة هنا وهو بيجيب لك النتيجة بتاعته. ده كان شرحنا للتطبيق دوت، سهل جدا وعملي جدا. وأي استفسار أو أي سؤال اتركوه في القناة أو على صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله هتلاقوا الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.